عندي كمانجا، الكمانجتين كانوا بتوع جدي الله يرحمه. الكمانجا دي كمانجا ايطالي، هي كوبي من كمانجة يعني صانع اسمه جوزيف جوانيري. هي للاسف الشديد جدا مش اوريجينال، هي كوبي، بس هي كوبي قديم اتعمل، يعني اتعمل في 1800 اواخر اوائل 1900، فهي كمانجة قديمه، يعني كمانجة عمرها قديم، خشبها قديم وعمرها قديم، بس الصانع مش هو نفس الصانع، هي كوبي. عندي كمانجة تانية برضو صانع الماني اسمه شتاينر، دي كمان من الكمانجات المشهوره، الصانع ده مشهور جدا برضو، هي كمانجة قديمه وبرضو من الكمانجات يعني من الصانع ده كان مشهور جدا فتره من فترات، فهي برضو من الكمانجات المشهوره. عندي بقى كمانجة الكتريك دي ياماها، معظم الناس بتختار ياماها لان هي يعني اولا سهله انها تجيبها، لان هي ياماها عندها دايفرستي كبير جدا من الكمانجات، سعرها كويس جدا، ادائها كويس جدا. في كمانجات الالكتريك اكتر حاجه بتفرق يمكن موضوع البيك اب، مش موضوع اي حاجه تانية، فبالتالي الفروق بتبقى في البيك اب مش في اي حاجه تانية.